السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في داري. اليوم ان شاء الله نحضر معكم سمن ولا رغيفات، كل واحد شنو كيقول لهم. غنحتاجو واحد الزلافه بدقيق الفرز، واحد نص زلافه ديال السميده. انا كنستعمل سميده مويان، كل واحد اختيار ديالو، كل واحد شنو كيستعمل الحرشه ديالو والمسمن ديالو. وعندي واحد معلقه كبيره ديال العسل، الا ما عندكمش العسل متوفر في الدار استعملوا السكر، ماشي مشكل، اختيار كيبقى ديالكم. وكنستعمل زلافه ديال الماء، انا عندي زلافه ديال الماء غيجي لي هي هذيك مع هذا الخليط هذه. والملحه على حسب الذوق، كل واحد وكيفاش، كاين اللي كياكل الملحه، كاين اللي ما كياكلش ملحه، كل واحد وكيفاش. كما قلت لكم، عفوا، كما قلت لكم على حسب الذوق. زلافه الماء كما قلت لكم على حسب الخليط ديالي. من احسن تستعملوا تبقى تخلطوا بشويه بشويه، حيت كل طحين وكيفاش، كاين طحين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. هذيك الشيء علاش قلت لكم غير بشويه بشويه. حنايا هاد العجينه كنخلطوها، كنعجنوها شي مزيان. انا هاد العجينه هاد المسمن ما كنعجنهاش مزيان، كنت كنعجنها مزيان شحال هادي، ودابا رجعت كنخلط المكونات مع بعضياتو شي جوج دقائق، هيدا 3 دقائق. ديك الساعه كنخليوها ترتاح مزيان، هي هذيك هي، انا كنخليها ترتاح مده طويله، انا كنخليها ترتاح من احسن شي 3 ساعات، 3 ساعات، 4 ساعات، باش من بعد الا غادي نطلقوها كتجينا شويه سهله، وما كت العجينه ما كتقطع عليناش. ولكن انا في هاد المسمن اللي غادي نصاوب دابا خليته يرتاح غير ساعه ونص، حيت ما كانتش عندي الوقت باش نزيد نخليه يرتاح، هذاك الشيء علاش غير ساعه ونص. ولكن شحال ما خليته يرتاح شحال ما احسن، كما كتشوفوا راه غير خلطته، ماشي عجنته مزيان ولا شي حاجه. وغادي نستعمل الزلافه كامله اللي عندي د الماء، نتوما عينكم ميزانكم. العجينه ما خصهاش تكون قاسحه، وما خصهاش تكون خفيفه، خصها تكون بين وبين. وعجنوها عجنوها ولا خلطوها كما قلت لكم. ديك الساعه كنقسموها على 4، قسمتها على 4 وكندهنهم بالزيت. انا عندي هنا الزيت، زيت الزيتون وزيت زيت المائده، خلطتهم مع بعضياتهم وكندهن بهم الرغيفات ديالي. انتم اختاروا اش من الزيت اللي خصكم، اش من الزيت اللي كتعجبكم واللي عندكم. ومن بعد كنغطيهم بالميكا، ضروري تغطيهم بالميكا باش الميكا كتساعدهم يطلقوا شويه، يكونوا كيطلقوا كيجي لهم كيجيو ساهلين من بعد يطلقوهم، باش ما ينشفوش. الا درنا غير شي زيف ولا شي حاجه العجينه ديالنا غتنشف، ما كتكونش فحال الا عملتي لها الميكا، الا عملتي لها الميكا احسن. هذيك الساعه كنخليوها ترتاح، انا كما قلت لكم انا خليتها ترتاح ساعه ونص اللي خليت هاد العجينه ديالي ارتاحت. وغادي نحتاجو من بعد مع التليق في التليق ديالي غادي نحتاجو باش نورقو به المسمن ديالنا السميده وشويه الزبده. الزبده انا ذوبتها شويه وخليتها تجمد شويه، كتكون بحال كريمه. فهاد المرحله كنحتاجو شويه الزيت. انا عندي هنا استعملت هنا واحد الزيت، واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، دهنت بها الطبله ديالي فين غادي نقرص ولا فين غادي نطلق العجينه ديالي المسمن ولا رغيفات. كما كتشوفوا كنقرص الاول، ومن بعد بشويه بشويه كنبقى نطلق، وغادي نبقى نجبد في العجينه كما غادي تشوفوا. دابا تشوفوا كيفاش كنعملنا. وهذه المرحله المهمه بزاف في هذا المسمن، المرحله اللي غادي مور هاد التكريت هذه، هي هذه كيبقى تجبد العجينه باش كيجي الهواء تحت العجينه. من بعد المسمنه ديالنا كتجي مهويه، ضروري هاد القضيه هادي ضروري منها، ضروري باش كيجي لك المسمن ديالك مزيان. انا ديما كنعملها المسمن ديالي وديما كيكون ناجح، ديما كينجح لينا المسمن ديالي، اللي كلاه كيشكرو كيعجب له. وداكشي علاش قلت بلاتي نصاوب الفيديو ونوري لكم الطريقه ديالي كيفاش كنعملو
راك تشوفو راك تكون المسمن كيكون العجينة كتكون رقيقة بزاف، كما كتشوفو راك تشوفو اليد ديالي تحت العجينة كتشوفو كتشوفوه كيبقى تجبد. شحال ما رقه اختي شحال ما احسن، انا عندي غير طبلية شوية صغيرة، داكشي علاش ما نقدرش نزيد نرققها. هذيك الساعة كندهنوها بشوية الزبدة، كما قلت لكم الزبدة ستكون رطبة، خرجوها شي ساعة قبل من الثلاجة ولا دوبوها شوية وخلوها عاود تجمد شوية باش كتجي لكم سهلة في الخدمة ديالها. كما كندهنوها وكنعملوا كندردرو عليها شوية السميدة باش كتجي لينا بسمن ديالنا ولا الرغيفة ديالنا كتجينا مورقة مورقة مهوية. من بعد كنجيبو واحد الجهة العجينة كننزلوها في الوسط ديالها، وكنجيبو جهة أخرى كننزلوها فوق منها كما كتشوفوا. من بعد غادي نبقاو نطلقو شوية داك العجينة كما كتجيبها، كنجبد منها كنجبدها باش كتكون شوية عريضة. من بعد نقول لكم علاش، وهاديك الساعة عاود كنزيد شوية الزبدة من فوق منها كما قلت لكم باش على حسب التوريق، وكنزيدو شوية ديال السميدة فوق منها. والمسمن راه ما كيجيش مزيت نهائيا، باش ما تقولوش راه شحال الزبدة ولا شحال الزيت ولا لا، راه ما كيجيش مزيت، غير جربوها وغتشوفوا. وكنجيبو العجينة ديالنا عاود كنجيبو حتى الوسط وكنحبسوها، كنزلوها وكنجيبو جهة أخرى وكنزلوها فوق منها. هذاك في هذه المرحله انا ما كنزيدش نرقق، كنخلي الرغيفه ديالي هي هذيك، داكشي علاش من قبيله كنجبد فيها باش تكون شويه عريضه، باش الا جبدت الا طويتها كتبقى ليا كبيره، وبلا ما نبقى نبزع فيها بلا ما نزيد نرقق فيها باش كيبقى فيها ديك الهواء، ديك الهواء اللي تكون فيها بقوه، كنجبد في ديك العجينه الهواء كيتكون تحت العجينه، هذاك الهواء خصني يبقى ليا في العجينه لداخل باش كتكون ليا المسمنه ديالي كتكون مهويه ومن بعد رطبه وخفيفه كيبان هذيك طبقات العجين. وداك الشيء علاش كنت كنجبد هذيك العجينه، باش من بعد في هذه المرحله الا كطيب كتجي ليا مهويه ومفروقه مع على بعضياتهم. ومسمنه دابا كنطيبوها كل جهه غادي نطيبو فيها، وكنبقاو ندورو فيها بشويه بشويه حتى كنطيب على جنب كاملين، وكنزيدو نعملو اخر عاود، ونخليكم مع الفيديو حتى الاخر الفيديو نرجع معاكم.
ملي كيكون طايب المسمن ديالنا ولا الرغيفه ديالنا كتكون باقي سخونه، كتكون كنضربها بين يدين ديالي كما كتشوفوا باش هذيك الورق ديالي كيبان اكثر. الى كما كتشوفوا راه كتبرد وكتكون مورقه ومهويه وكتكون لذيذه بزاف. كنتمنى يكون عجب لكم هذا الفيديو، الى عجب لكم ما تنساوش تشاركوا في القناه باش كل مره يدخل لكم الجديد ديالي. وبقى لي غير نقول لكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. الله يعاونكم وبسلامه.